من استوديوهات يوم جديد وعلى الهواء مباشرة إلى مدينة البتراء الوردية، واليوم تحتفل بزائرها المليون. صباح الخير يا حسن، وأهلا وسهلا فيك. احكي لنا عن الأجواء عندك في مدينة البتراء وعن احتفالاتكم في هذا اليوم الرائع. صباح الخير شاهد، صباح الخير لمشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامج يوم جديد وعبر شاشة التلفزيون الأردني. نحن متواجدين من يوم أمس في مدينة البتراء لتغطية الحفر الكبير والضخم الذي سيقام اليوم في الساعة 2 لغاية الساعة 7، وذلك بمناسبة الزائر المليون في مدينة البتراء. طبعا شهد أعداد كبيرة بالألوف من السواح متواجدين من يوم أمس، حجوزات الفنادق الأغلب كاملة كانت محجوزة. ومعنا الدكتور سليمان فرجات رئيس تقليم البتراء التنموي. صباح الخير دكتور، يعطيك العافية. يعني أول سؤال، قديش وصل الرقم لغاية الآن؟ صباح الخير شهد، وصباح الخير للأخوة المشاهدين. احنا تقريبا وصلنا 998 ألف سائح، وبنتوقع ان شاء الله انه يوصل العدد المليون، يعني من بين، خلينا نحكي الثنتين ونص والأربعة ان شاء الله بعد الظهر حسب الاعداد اللي موجوده حاليا. زي ما حكيت اجواء يعني احتفاليه بهيجه. احنا كسلطه اقليم البتراء كوادر وموظفين ومجتمع محلي ومجلس مفوضين كلياتنا بنشتغل مع بعض. انا بدي اشبه اليوم زي العرس التقليدي القديم أيام زمان، الكل قاعد بيشتغل، الكل بيشارك، وإن شاء الله إنه يكون يوم نحتفل. طبعا إحنا مش فقط بالسائح المليون، نعم، ونحتفل بال 999 وإشي اللي قبله، يعني كل سائح دخل علينا نحتفل فيه. وإن شاء الله يعني راح حتى نهاية هذا العام يدخل البتراء فوق المليون ومئة ألف سائح، وهذا رقم يعني قياسي خلال عام واحد أول مرة بنوصله. الأجواء زي ما أنت حكيت أجواء يعني إيجابية لأبعد الحدود، احتفالية. حتى الطقس اليوم الحمد لله طقس جميل، يعني احنا كنا على شباك التذاكر، حتى السواح يعني بيشعروا أنه في إشي مميز اليوم، وكل واحد أنا بفكر أنه يأجل رحلته عشان ينافس على بطاقة المليون. نعم. طيب دكتور، نحكي عن الفعاليات، عن الاحتفال الذي سيقام اليوم، شو أهم الفعاليات اللي راح يكون فيه؟ نحكي عن الزائر رقم اليوم، شو راح ينال جائزة؟ نحكي عن هذا الموضوع. طبعا نحن الاحتفاليات بلشت أبكر من خلال العروض الفلكلورية من فرق الإقليم الموجودة، لكن اليوم احنا راح نبلش يعني ان شاء الله البرنامج في اللحظة اللي بيتم يعني كبس الكبسة انه هذا سائح المليون، راح نفاجئه ببطاقة انت نمبر 1 مليون تورست، راح نعطيه شهادة انه انت لك دخول للبتراء مدى الحياة، شهادة انه انت السائح المليوني. راح نعطيه هدية يعني منحوتة للبتراء. نعم مبسوطين. مبسوطين. وراح نعطيه كمان يعني هدية مقدمة من هيئة تنشيط السياحة، رحلة لشخصين لزيارة الأردن العام القادم. وطبعا في أفكار أخرى مثل أنه يزرع شجرة زيتون في البتراء ويظلوا يزورها. راح نحاول نعمل توأمة مع مدينة الشخص اللي جاي منها السائح، ورح ندعو إن شاء الله للاحتفال بالمليون سائح العام القادم أبكر إن شاء الله، إن شاء الله إنه بنلحق المليون العام القادم. طبعاً هاي جهود تشاركية من الجميع، بنشكر كل من ساهم فيها. يعني إحنا بنشتغل يداً بيد مع وزارة السياحة، بنشتغل مع هيئة تنشيط السياحة، مع العقبة، مع المجتمع المحلي، مع الجميع، وإن شاء الله إنه يستمر هذا الإنجاز بالمستقبل. أكيد، شكرا لك دكتور، وأنت أيضا راح تكون مستمر معنا، متواجد معنا خلال هذه التغطية الإعلامية. تفضل دكتور. شكرا فريق التلفزيون وعلى التغطية والمتابعة معنا، وشكرا لكم على جهودكم. شكرا دكتور سليمان رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي، وشكرا سيدي. إذا شهد، يعني هذه هي الأجواء داخل مركز الزوار في مدينة البتراء، المدينة الوردية تتميز بالآثار المميزة فيها في مختلف أجزائها وأقسامها. اليوم راح نكون بشكل بث مباشر على مدار هذا اليوم لتغطية هذا الحفل وتغطية الأعداد الكبيرة من الزوار من مختلف الجنسيات الأجنبية والوطن العربي. نعود لك شهد لاستكمال حلقة اليوم من برنامج يوم جديد.